المرة اللي فاتت خدنا المثال بتاع التمبريتشر اللي هو ده. عايزين نكمل عليه بس حتة بسيطة كانت ناقصانا، ان احنا نحطه في ليست. الداتا اللي تتحط في ليست زي ما عملناها فين؟ في ليست يونت. وبعد كده نخش على حتة صغيرة كده بسرعة، الريتو دايمنشن. بعد كده نخش في الاوبي. بعد كده نخش في الاوبي، اوبجكت اورينتد بروجرامينج. ده بقى الشغل كله بقى. بس ما كانش ينفع ندي او بي طريقه نبدا دي، هقول لك ده. طيب احنا هنا التمبريتشر ديجري، كان عندنا هنا الايام باين 5 ايام. دخل اليوم الاول 21، اليوم الثاني 22، 25، 36، 41. كان بيطلع التوتال والمتوسط. عايز بقى الزرار ده كده ادوس عليه، تمام، يوديني لشاشه ثانيه فيها ليست بالداتا اللي دخلت. شاشه ثانيه فيها ليست بالداتا اللي دخلت. طيب زي ما عملناها قبل كده هنعمل شاشه ثانيه اهو، عشان بس ناس كتير ما حضرتش ليست فيو. ليست فيو لما اتشرحت اتشرحت كان يوم الماتش، فكان ناس كتير ما حضرتهاش، عشان كده انا مضطر اعملها هنا تاني. خلاص ايه في ال نزل واحده جديده فعلا. نيكست هسميها مين ليست. نيكست هنا بيقول لي موجوده اكتيفيتي نيم ماست بي يونيك، يعني حاجه موجوده بنفس الاسم قبل كده. نفتح كده، بالفعل مين ليست اهي، تمام. لو فتحناها ريسورس لاي اوت مين ليست بالفعل. طيب هنحط هنا ليست فيو، ادي اداه الليست فيو اهي. وير ليست فيو اهي، تمام. واروح مسميها ال اس تي تم، تمام. دي الليست فيو. قال لك الليست فيو ده عشان تشتغل محتاجه حاجتين، محتاجه حاجه اسمها اري ليست، ومحتاجه حاجه اسمها اري ادابتر. الليست فيو عشان تشتغل ايه؟ مش لاي اوت، ده تقول دي ليست فيو. ليستا، ليستا دي يا شباب اللي هي زي الكونتاكت، تقعد تنزل وتطلع. ما هي دي اللي احنا عملناها المره اللي فاتت، مش لما نزلنا الدرور ليست وتعملنا فول سكرين وتعملنا مع الفول سكرين. خلاص فده لو عملنا مع جوجل ماب، بس نزلنا كذا ليست في ابلكيشن واحد. لما حد سال قال هو ينفع كل ده في ابلكيشن واحد، قلت له اه ينفع، تمام. طيب الليست فيو ديت عشان تتعامل معاها وتحط فيها داتا، عندك ليها طريقتين من التعامل. الطريقه الاولى ان حضرتك نحطها هنا بس عشان ايه تظهر في الفيديو. الطريقه الاولى الشكل الطبيعي بتاع الليست فيو كده اهو، بيانات مرصوصه تحت بعض، وكل صف بيشيل بيان واحد فقط. يعني ايه كل صف؟ يعني هنا علي، نهى او نورهان، محمد، كل واحد بيشيل بيان واحد بس، محمود او ايا كان، جمال، واتيفر. ده شكل، ده بيسموه سمبل ليست ايتم 1. ده الشكل الطبيعي اللي هو تلاقي كل صف شايل كام بيان؟ واحد. طب ايه ما كل الصفوف بتشيل بيان واحد؟ قال لك لا، ساعات لسته ثانيه بنلاقيها كده وبرده متقسمه حضرتك كده، برده مفيش مشكله عادي، تمام. بس بنلاقي الوضع مختلف، بنلاقي هنا صوره وبنلاقي هنا كلام وبنلاقي هنا كلام. الشكل ده بنلاقيه في كل الايه؟ في كل الصفوف بالطريقه دي، صح ولا غلط؟ مش بنلاقي ساعات كده في الاو ال اكس ليها شكل زهره كده. هل دي شايله بيان واحد؟ لا، شايله كام بيان؟ كذا بيان، ثلاثه، صوره واسم وسعر مثلا، صح؟ مش بنلاقي الموضوع ده؟ قال لك الحركه دي بنعمل حاجه اسمها كاستوم ادابتر. بنعمل حاجه اسمها كاستوم ادابتر. اول ما تقول لك حاجه اسمها كاستوم ادابتر، انت اللي بتشكل الشكل على مزاج حضرتك. هنعملها ازاي؟ اول ما نبدا في مشروع هنعملها، هنعمل الحركه دي، ان انت اللي بتشكل الشكل على مزاجك. اما هنا الاولى لا، الشكل الطبيعي بتاع الليسته ليست ايتم 1، تم ايتم ليست 1، تمام. خلاص ده النوعين من الايه؟ من الليسته. ده النوعين
منت ما تخليك ورا يا باشمهندس حسن عشان ده تقيل هيضايقك لو الجهاز اللي ورا ده معلش خش على مكانك المفضل خلاص فده النوعين من ايه ده حته الليسته يا استاذ حسن اللي عملناها يوم الماتش فكان ناس كتير ما كانتش حاضره تمام فعندنا نوعين من الليست ليست يشيل ايتم واحد وليست يشيل كذا ايتم الليست الاولاني اللي علي ونورهان محمد كل واحد شايل ايتم واحد بس اما الليست الثانيه شايله صوره واسم وممكن يكون سعر يعني مثلا ساعات تلاقينا صوره وتلاقي ان هو يقول لك مثلا بي ام دبليو مثلا وتلاقي مثلا يقول لك مثلا 600000 مثلا يبقى صوره اسم سعر شايله كام بيان ثلاثه يبقى في الحاله دي تعمل حاجه اسمها كاستم ادابتر كاستم ادابتر انت اللي بتشكل شكل الليست على مزاجك احنا هنا النهارده في الوضع الطبيعي العادي بتاعنا اللي هو الشكل العادي بعد كده ازاي نتعامل مع دي عشان نتعامل مع دي ليها ايه قصه كده شويه خلاص ممكن نعمل ليست بمعنى يعني مثلا اول يتصدر مثلا شيت بيان او اثنين والثاني شيت بيان واحد لا لا الليسته كلها بتبقى نفس الطيب عمرك ما هتلاقي كده حتى افتح اي ابلكيشن وبيقول ايه يعني ممكن نلاقي واحده صوره واحده من غير صوره لا ممكن تلاقي واحده بصوره واحده من غير صوره بس البوكس بتاع الصوره موجود موجود التمبلت وشكل الرو واحد كله في شكل الليست حضرتك فاهمني تمام طيب ده برده هنتعامل معاها عشان موضوع الليست دي حاجه مهمه جدا جدا بيبقى موجوده في كل الابلكيشن كل الابلكيشن فيها ليست اول اكس في ليست مش عارف الفريند اللي بتظهر على الفيسبوك ليست خلاص كل ده ليست فيو فالليست فيو حاجه مهمه جدا طيب عشان تتعامل مع ليست فيو قال لك محتاج من حضرتك حاجتين لازم تعرفهم قال لك حاجه اسمها اري ليست وحاجه اسمها اري ادابتر خلاص اتنين حاجه اسمها اري ليست وحاجه اسمها اري ادابتر ايه بقى قال لك الاري ليست هي اللي بتشيل الداتا الاري ادابتر هي اللي بتشكل الداتا عشان تديها للليست فيو الاري ليست هي اللي شايله الداتا هي اللي شايله الداتا اما الاري ادابتر هي اللي بتاخد من الاري ليست وتشكلها عشان تحطها في الليست فيو يبقى مين اللي ليه تعامل مع الاري ليست مين اللي تعامل مع الليست فيو الاري ادابتر اللي ليه تعامل مع الاري مع الليست فيو الاري ادابتر والاري ادابتر تاخد من مين وانت بتدي لمين بتدي للاري ليست انت كيوزر بتدي للاري ليست خلاص والاري ليست تدي للاري ادابتر الاري تقدر تدي للليست فيو ليه الليست فيو ما بتاخدش غير من الاري ادابتر ده رقم واحد طيب حاجه تانية قال لك طب ما الاري ليست احنا خدنا قبل كده الاري ايه المشكله ايه الفرق بينها وبين الاري ليست قال لك لا الاري انت خدتها كانت كده نصغر الخط بتكتب دبل اثنين كده قوسين اكس يساوي نيو دبل بين قوسين 10 ولما تحب تحط قيمه كنت بتقول ايه اكس اوف 0 صح ولا غلط لما عملناها المره اللي فاتت يساوي 90 اكس اوف 2 او اكس اوف 1 يساوي 80 لحد اكس اوف كام اكس اوف 9 يساوي الرقم اللي انت عايز تحطه ماشي كلام جميل يعني هنا انت محدد بقيم مدخله محدد بقيم مدخله وكل قيمه بتقول هي في الدور الكام طب الاري ليست بقى دي الاري ليست دي قال لك انت مش محدد بقيم مدخله الاري ليست انت مش محدد لو انت هتعرف اري ليست اسمها علي مثلا او اسمها تيم لما تيجي تحط جواها قيمه تيم دوت اد وافتح قوس واكتب القيمه اللي انت عايز تحطها هل كده انت محدد بادوار محدد بخانات لا محدد بخانات؟ لا، انت هنا بتقول له ضيف جوه الاري ليست، ضيف جوه الاري ليست، هل ليها نهاية؟ لا. هناك الليست الاري العادية كنت بتقول نهايتك 10 أو 9 من 0 ل 9 كلامك صح؟ خلاص؟ وكنت ما بتيجي تحط قيمة بتقول في القيمة الفلانية، في الخانة الفلانية. هنا لا. آد يعني الاري ليست أهي تمام؟ نفترض يجي له عامل إيه؟ أهي. حط في الأول يجي آد، ثانية، آد، ثالثة. ايه رابعه هو ماشي بالترتيب ده اما الاري العاديه لا ده كانت كده 0 1 2 3 4 كنت ممكن تقول كده اكس اوف 4 يساوي 60 بس وشكرا يبقى انت حطيت في الخانه الكام؟ الخانه الرابعه بس صح اكس اوف 1 يساوي
بتساوي 90، يبقى انت حطيت هنا وشكرا على كده. هنا مفيش حاجه اسمها كده، هنا انت بتحط ا يبقى يحط في الاولى، ا الثاني في الثانيه. ما تجيش تيجي بقى تقول ايه لا انا عايز ادي في الثالثه، لا مش عايز اسمها كده، هو اوتوماتيك ايه ورا بعض وملهاش نهايه، وملهاش نهايه. دي الاريليست هي دي فيها برضو ميزتها كده بصراحه، ملهاش نهايه. طبعا دي ليها ميزه ودي ليها ميزه، خلاص. طيب يعني طب هنا ممكن لما اجي اتعامل عايز اقول اللي في الدور السادس او اللي في الخانه السادسه اجيبها، اه ممكن تجيبها عادي جدا. يعني ممكن هنا برضو اجيب اللي في الخانه كذا، ما انت عمال تضيف وشايله كذا قيمه، ممكن عايز القيمه السادسه تجيبها. بس لما تيجي تدخل لا ما تعرفش تدخل بترتيب مزاجك، لا بتدخل بالترتيب الطبيعي. هو دلوقتي اخر قيمه في كام؟ في الواحد، يبقى القيمه اللي جايه في اثنين. لا انا عايز القيمه اللي جايه في سته، لا لا الريست ما بتعملش كده. الليست الاري العاديه هي اللي بتعمل الكلام ده، تمام؟ طيب الليست فيو بقى ما تتعاملش غير مع الاري ليست، ما ينفعش تتعامل مع الاري دي. ما تتعاملش غير مع الاري ليست، واصله؟ خلاص؟ دي طبيعه الليست فيو. دي طبيعه الليست فيو، دايما افهم المعنى عشان تعرف تطبق. افهم المعاني دايما. ليه؟ دايما وانت مثلا بتقعد مع العميل يقول لك ايه؟ والله انا عايزك تعمل كود يطبع خمس مرات، اه ده لوب. على طول يجي في دماغك كده. انا عايز اعمل كود، عايزك تدي خصومات للناس اللي فوق 26 سنة، اه ده دي اف كونديشن. عايز اسجل 80 طالب، اه ده دي اريل. طب انت بتقول كده عشان فاهم المعنى. انت بتقول كده عشان فاهم المعنى. فاهمني؟ فهي دي الفكره، لازم تكون فاهم. زي ما الدكتور جاي بيقول والله انا دكتور عندي كذا 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 كذا، يقول له خد له دواء كذا عشان هو عارف الدواء ده بتاع ايه. انت برضو عندك كل سنتكس عارفها بتاعت ايه، فلما يجي لك كيس قدام العميل والعميل بيقول لك انا عايز كذا كذا، يجي في دماغك على طول السنتكس انت هتستخدمه. هو طبعا مش فاهمه، بس انت يجي في دماغك على طول السنتكس هتستخدمه. خلاص؟ طيب يبقى احنا اول حاجه عايزين ننزل ليست فيو، نزلنا ليست فيو اهي وسميناها ال اس تي تي ام وهتعامل معاها. قال لي هتعامل معاها في المين ليست هنا كده، اعرف متغير ليست فيو واسميه ال اس تي، بعد كده اعمل له انشاليزيشن ال اس تي يساوي ليست فيو فايند فيو باي اي دي ار دوت اي دي دوت ال اس تي تي، تمام؟ سيف. تيجي هنا الليست فيو هياخد من مين؟ والاريال تاخد من مين؟ يبقى نعمل مين الاول؟ الاريال ليست الاول، وبعد كده ادابتر، وبعد كده اديها للليست فيو. تعالى نعمل اريال ليست. قالك تعمل ليست ازاي؟ زي ما عملناها بالظبط في الكنترول اهي. قالك تعالى الاول نيجي هنا، انت حضرتك الشاشه اللي بتملى منها اهي، مش هي دي؟ هي دي الشاشة اللي بتملى منها الداتا، وهنا الشاشة اللي هتعرض فيها اللي هي دي. اللي هي دي. يبقى انت عندك واحدة هيسجل درجات الحرارة هنا، وهنا هعرض درجات الحرارة اللي دخلت فين؟ في الشاشة واحد، صح؟ مش ده اللي انا بعمله؟ خلاص. قال لك خلاص رقم واحد، يبقى هنا تدخل البيانات جوه الري مين، وتعالى هنا اقرا الري ليست اللي دخلت في الايه؟ الشاشه الاولى. يبقى انت كده عندك المتغير هيشتغل على كام شاشه؟ شاشتين. تاني يبقى انت عندك شاشتين، هنا هتسجل درجات الحراره وهنا هتعرض درجات الحراره. قال لي طب هنا هسجل درجات الحراره، كلام جميل، هسجلها في الري ليست. طب وهنا هعرض درجات الحراره منين؟ اللي دخلت في الشاشه. يبقى اول حاجه اسالي هنا في الكونتنت مين اهو. قال لي اول حاجه عرف الري ليست. قال لك نعرف الري ليست ازاي؟ قال لك لما تيجي تعرف الري ليست اهو بتكتب بابليك ستاتيك، قلنا بابليك لما تتكتب معناها عامه، ينفع تشتغل على اكتر من شاشه، اكتر من شاشه. ليست ستاتيك، ستاتيك معناها ان القيمه لما تتنقل من شاشه لشاشه ما تفقدش قيمتها، ما يفقدش قيمتها. لو متغير عادي وانت بتاخد قيمه من هنا لشاشه ثانيه وهو بيتنقل للشاشه الثانيه، القيمه بتتفقد، القيمه بتقع وما بتتنفذش. يعني هيجي يروح للشاشه الثانيه، هيروح له ايه؟ فاضي. ها
هيروح له فاضي نمل خلاص. طب عايز يروح له بالقيمه اللي شايلها من الشاشه واحد ستاتيك او فاينل، الاثنين دول معاك ستاتيك او فاينل تمام. طيب ستاتيك سمي عرفنا متغير من نوع هيشيل سترينج اسم الليسته وات ايفر اللي يعجبك يساوي نيو اري ليست نوعها ايه سترينج. دي اول حاجه اهو ادي المين اكتيفيتي، اروح معرف متغير وهسميه اللي في مكتبتين عايزين يتم استدعاده، واحده جافا دوت اتل دوت اري ليست واحده جافا دوت اتل دوت ليست، قول له استدعيهم وهسميها تيم او تيمز. يبقى انا كده عرفت متغير من نوع ليست في انهي شاشه في الشواحن. طب دلوقتي انت عرفت المتغير التيم فاضي ولا مليان؟ كده فاضي. عايز املاه، قال لك تملاه جوه الكود بتاع الادخال، كود الادخال اهو اللي هي اللوب دي صح غلط. انت عايز تدخل ايه الدرجات، قال لك ماشي اهو تيم دوت اد. قال لي عايز تكتب ايه؟ عايز والله اكتب اليوم الاول day of كذا is كذا. طب خلاص day of كذا ثابتة او day كذا اليوم الاول، مين بقى اللي شايل الارقام اللي ايام 1 2 3 4 هنا في الكود بتاعنا؟ اللي شايل الايام هنا ايه؟ degree of z. degree of z شايل الدرجات، درجات الحرارة، والايام z تمام. ديجري اوف زد شايله درجه حراره اليوم كذا، زد هي اللي شايله اليوم. زد لو شايله 2 يبقى اليوم الثاني، زد لو شايله 1 يبقى اليوم الاول، زد لو شايله 3 يبقى اليوم الثالث. يبقى اروح قايل زد، قال لي زد هنا انت معرفها فين؟ قلت له اقف عليها كده ودوس على كنترول ودوس عليها. قال لي معرفه بدا بدايه بكام؟ عشان احنا الاري دايما الاندكس بتاعها بزيرو. طب في منطق الحياه بتاعتنا الروتينيه في حاجه اسمها اليوم الزيرو ولا اليوم الاول؟ يبقى الزيرو يبقى اليوم الاول. طب والواحد؟ يبقى اليوم الثاني. طب والثاني؟ يبقى اليوم الثالث. يبقى زد بلس 1 او بلس 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 1. مشكله هتعمل لك مشكله في الحته دي، عشان هنا زد هيحصل لها ايه؟ هتزيد. يبقى هنا هتدخل بواحد وهتيجي تزيد هنا ثاني تبقى باتنين. يعني هتزيد كم مرة؟ نعمل ايه؟ ايه؟ ما انت حتى لو خليتيها هنا يا تشيل دي يا تشيل دي، يا اما تاخد دي كده كات وتحطها مكان دي بيست اهي وزد بلس بلس. يبقى هي كده كده زادت هنا، يبقى هي كده كده زادت هنا تمام. بعد كده بلس از بلس دي مفيش حاجه اسمها زد 3 بلس، لا بلس بلس دي يعني زود واحد، وبلس دي اللي هي زائد اللي تربط بين الاستاتيك والفاريبل. يعني اقصد كده اهي هي كده، هي زد بلس بلس، اما زائد اللي هنا وزائد اللي هنا اللي بيربطوا بين ايه؟ بين السترنج والفاريبل. خلاص عشان ما حدش يقول 3 زائد، لا. بعد كده درجة الحرارة ديجري اوف زد، نجرب كده. كده أنا ضمنت إدخال درجات الحرارة، كده ضمنت إدخال درجات الحرارة. سيف عايزين نقراها في المين ليست. رقم واحد عرف متغير من نوع، أنت كده الأري ليست اتشالت ولا ما اتشالتش؟ عايز بقى تعرف متغير من نوع أري إيه؟ اهو تيجي هنا في المين ليست، تعرف متغير من نوع اري ادابتر وسميه اي اسم يعجبك يساوي نيو اري ادابتر. هشيل داتا من نوع، هيكون نوع الداتا دي سمبل ليست ايتم 1 اللي هو الشكل ده اللي هما تحت بعض، ده بيسموه سمبل ليست ايتم 1. ان الرول واحد بيشيل كام ايتم؟ واحد. بعد كده قال لي اديني الاري ادابتر، اديني الاري ليست، قلت له موجودة فين؟ في الشاشة واحد المين اكتيفيتي، واسم الاري اهي، واسم الاري بتاعتنا. تعالى هنا في التمب، هاجي في الاون كرييت، قال لي محتاج مكتبة اسمها اري ادابتر، قلت له استدعيها.
قال لي عرف متغير الري ادابتر اسمه ARR الري ادابتر سترينج اندرويد ليست او لاي اوت سمبل ليست ايتم مين اكتيفيتي الاري اسمها ايه تمبس شايف نسميها كده خلصت كده مين اللي شال الداتا كانت تمبس وبعد كده اديها لمين اللي هو اسمه اديها انا لمين بقى للليست فيو سيت ادابتر ار ار كده المفروض تتنفذ الكود ده هيتنفذ امتى اول ما الفورمه تفتح عشان تحطه جوه الاون ايه الاون كريت جرب كده بس قبل ما نجرب عايزين في الكونتنت مين لما ادوس على الزرار ده يوديني للليسته الزرار ده اللي هو اسمه ايه فلوتنج اكشن باتون اهو هنلاقيه فوق كده اهو لما تلاقي فيو كده ومعموله العلامه دي لو ضيفت عليها يقول لك الكود اهو تكمله دوس عليها كليكتين فتحها تمام عشان كان حد بيسال فين الكود ده اهو فتحها اهو امسح ده السناك بار عشان اروح لاكتيفيتي جديده ستارت اكتيفيتي نيو انتنت الشاشه اللي انا فيها مين اكتيفيتي دوت زيس الشاشه اللي انا اروح لها مين ليست اكتيفيتي دوت كلاس ران ريستارت اب جيني موشن محمد عامل ايه يا ابو حميد كويس بس ما جاش امبارح في حاجه ولا ايه شغل ماشي سلم لي عليه بس سامح لا يا عم لا انا هيت على شغل انا بسجله حضور على لا لا محمد محترم يعني مش من النوع اللي بيغيب عشان عايز يغيب بص ضرب هنا هنا في ضرب بس ما هو دخل التلاتة تعالى بقى هنا كده نشوف بقى ايه الايرور array index out of bound كام تلاتة خرج بره حدود الاري خرج بره حدود الاري من الواضح ان في عملية زيادة زادت فين هي هنا هو تعالى تعالى اول مره كتب دخل مين في زيرو بعد كده رجع تاني دخل في واحد بعد كده زود بعد كده دخل في اتنين صح بعدين زود تاني وهي اصلا اخرها المفروض اتنين هو كده زود تاني بعد هنا في دي ضرب في دي ضرب في الحته دي يا جماعه عشان هو لما زود تاني بقت رقم كام تلاتة وانا بقول له ديجري اوف كام اوف تلاتة فاهمين هو هنا اول مرة دخلت بصفر فراح قال لك واحد وتعرف هنا عمل ايه ديجري اوف واحد فاهم اقصد ايه تاني هو هنا عمل ايه ديجري اوف مين زيرو المفروض انت عايز ديجري اوف زيرو جه هنا راح زود بتبقت الزد فراح هنا هيجيب ديجري اوف ما جابش ديجري اوف زيرو عشان هو بينفذ حتى الكود كده طب دي حلها ايه بقى؟ برافو عليك برافو عليك والله المفروض ان دي تبقى هنا ودي ورا اروح قايل بقى degree is of day كذا المفروض تبقى كده هنا هياخد degree of زد قبل الزيادة يبقى زيرو عادية بعد كده زود وفعلا عايز اخر حاجة هي اللي تزيد الزيادة المفروض كده منطق صح تلاتة خمسة وعشرين ستة وتلاتين 47 خدت بالك تمام دوس بقى على دي ديجري اوف 25 لا بس بص زيرو
واحد اتنين ما حطش اليوم الاول، في عايزين نشوف المشكله دي، ما اعترفش بدي، ما اعترفش بالحته دي، ما اعترفش بالحته دي. طب ليه بقى؟ طب احنا لو عملنا كده لما هنا زد بلس بلس ياخد يعني زود واحد، تعرف دي معناها ايه؟ ايه؟ مش هيأجل، هيزود. بص هيزود وبعد كده يعمل عملية. بص لما تلاقي كده، ما انت كويسه يا هنا، ما بتقول خايفه ليه؟ كنت خايفه ليه قبل اول مره، اول مره تيجي فيه؟ ايه؟ لا بس انت ما شاء الله عليك الفكر حلو عندك يعني. كويس، دي حاجه كويسه. بص في عندنا حاجه اسمها بري وحاجه اسمها بوست. عندنا حاجه اسمها بري وحاجه اسمها بوست. لما اقول هنا واي بلس 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 زد واي بلس زد بلس بلس، ولو الزد بتساوي 9 والواي بتساوي 5، ماشي؟ تمام. تعال نشرح هنا عشان تظهر في الفيديو. معلش دايما بعد اذن حضراتكم لو بصوا حاجه هنا قولوا، عشان هتلاقي نفسك بتسمع الفيديو مش فاهم انت بتتكلم في ايه. خلاص، ماله ده، ماله واقف ليه؟ بص نفتح الوورد كده، عندنا هنا حاجة مهمة جدا وساعات بتبوظ الدنيا. عندنا حاجة هنا اسمها بلس بلس زد وزد بلس بلس. قال لك ايه الفرق؟ قال لك اللي فوق دي بيسموها بري والتانية بوست. قال لك لو عندنا الواي بتسعة وزد بخمستاشر، وانا جيت قلت لك نفذ لي العملية دي وقلت لك زد اكس تساوي واي بلس زد بلس بلس، وواحد تاني قلت له اكس يساوي واي بلس 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 زد، تمام؟ قال لك هنا هيعمل ايه؟ هيمسك الواي يجمعها على الزد تبقى 9 و15 24، بعد كده طلع الناتج 24، بعد كده زود واحد على الزد تبقى 16 في العمليه اللي جايه ان شاء الله. مش في العملية دي، في العملية اللي جاية. تمام تاني، هنا معناها العملية بتتم وبعد كده يزود. هنا واي بلس زد تبقى كام؟ 9 زائد 15 تبقى 4. بعد كده بعد ما خلصتك طلع، زود على الزد كام؟ 1 تبقى 16 إن شاء الله في العملية اللي جاية. لما يجي بعد كده يعمل عملية تانية هيحسب الزد ب 16، بعد كده يزود 1 تبقى 17 في العملية اللي بعد كده. بالظبط. تبقى 25 مثلا. تيجي هنا بقى واي بلس 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 زد، لا زود على الزد الاول تبقى كام؟ 16. اجمع واجمع 16 زائد 9 25، يبقى الناتج هنا يطلع 25. خدت بالك؟ لما تكون البلس بلس قبل الزد والبلس بلس بعد الزد. بلس بلس قبل الزد معناها زود ثم اعمل العمليه، اما بلس بلس قبل الزد بعد الزد هتتم العمليه بدون الزياده، وبعد ما تتم يزود. تمام، تعال نجرب دي كده. احنا المفروض عملناها كده. ايه؟ قول مالها ال 15؟ 15 مش 9 و15 24؟ تمام. وبعد كده هنا في دي، هنا زود الاول، اصبحت الزد بكام يا محمد صباح؟ محمد لا، الزد ب 16 عشان نزود، وبعد كده اجمع على الواي بقت 25. اما هنا لا، مسك الواي وجمع عليها الزد العاديه اللي هي قبل الزياده 9 و15 24 هتطلع 24. بعد كده قال لك الزد تزيد بواحد. طب يا عم انت ما زودتش الزد وانا ليه وانا بجمع؟ قال لك ما انت عامل البلس بلس بعد الزد. يعني انا عملت عمليه بعد 24
لو عملت كده وقلت تي تساوي زد بلس 5 معناها كده 16 زائد 5. خدت بالك؟ هنا 3 25 36 41. خدت بالك؟ غيرنا بس الإشارة، بدل بري بدل بوست بقت بري، بدل بوست بقت بري، والكود عادي شغال جدا. هنا لما كنا حاطينها الأول كان الأول بيعمل إيه؟ لما كانت كده اطبع بعد كده زود، فطبع صفر. أنا عايزه يطبع بعد ما بعد إيه؟ الزيادة، صح ولا غلط؟ يبقى أنا أقول له زود بعد كده اطبع. تمام؟ فهمتوها؟ بص شباب، طيب ده فكرة التعامل مع الليست زي ما أنت شايفين. خلاص؟ ممكن هنا عندك في الليست دي، فين الليست اهي، عندك حاجه اسمها list.set item on item click listener new view، معناها ايه؟ لما اضغط على كل عنصر ايتم كليك ليست، لما اضغط على كل عنصر اقول له طلع لي توست دوت ميك تكست جيت ابلكيشن كوما، واروح قايل له ال اس تي دوت جيت ايتم ات، جيت ايتم ات بوزيشن، واروح كاتب بوزيشن كوما توست دوت لينس لونج دوت شو. تعال بص دي هتعمل ايه، في ايرور دوت تو سترينج، دي معناها بقول له ايه؟ هات لي العنصر اللي رقمه البوزيشن ده. طب البوزيشن ده ثابت ولا بيتغير؟ قال لك البوزيشن ده متغير، الجهاز هو اللي معرفه. طب بيجيب ايه؟ بيجيب رقم العنصر اللي انت دوست عليه، يجيب رقم العنصر اللي انت دوست عليه 5. هنا احنا دوسنا على العنصر الكام؟ انت شايف بعينك، هو ما عندوش عين، العين بتاعته اي ان تي بوزيشن، دي هي دي اللي بتجيب انت دوست على انهي عنصر. فعشان كده قلت له ايه؟ مش ده اللي هتجيب انت دوست على العنصر؟ قال لي اه، يعني دي هتجيب العنصر رقم 3، عشان 0 1 2 كام؟ قلت له بقى والنبي هات لي القيمه اللي جوه اللي هي ديجري اس 25 كذا. قال لي بالفانكشن دي جيت ايتم اد بوزيشن، هات لي الايتم اللي جوه العنصر رقم اللي انا دوست عليه. لو كتبت هنا 0 دائما وابدا هيجيب العنصر رقم كام؟ 0 دائما وابدا، حتى لو دوست على العنصر التالت. تمام؟ فديت هنحتاجها لما نيجي نشتغل بعد كده، لما ادوس على بيان معين يجيب بيانات الشخص اللي انا دوست عليه. زي مثلا انت لما بتخش على اول اكس دوست على الاعلان ده فبيجيب لك بيانات الاعلان ده. لما بتفتح مثلا الفريند بتاعتك بتدوس على صديق معين يفتح لك الماسنجر. فاهمني؟ فهو ده بيفتح حاجه، بيفتح الحاجه اللي دوست عليها. فهي دي بيسموها اون ايتم كليك ليسنر زي ما انت شايفه. هنا ضغطت على رقم 1 زي ما انت شايف. خلاص سيف. ده جزء الاري. حاجه بسيطه بس عايزين ناخدها في الاري، اري 2 دايمنشن. ليها استخدامات بس ايه يمكن قليله شويه، بس استخداماتها حلوه برضه. ايه بقى الاري 2 دايمنشن دي؟ اللي احنا خدناه ده اري 1 دايمنشن، نخليها في فيديو لوحده.